الرحمن اقوى لعبيد بن حمد بن جار الله بن سلمين المري مع المئة متر النهائية. تهانينا تهانينا من هذه اللحظات لمالك اقوى عبيد بن حمد بن جار الله بن سلمين المري على هذا الاداء الممتاز. ثاني نول مبروك المركز الثاني. عبيد بن حمد بن سلمين تستاهل فوز اقوى اللي اخطفت شوط الانتاج وعصاها في البطانة وما شاء الله تبارك الله تستاهل خير عافية الله يطول عمرك. ابو حمد وش سلالة هقوة؟ امها طال عمرك الذيبة ام السيارات راعت السيارات وبيها شاهين النيادي الشاعر سعيد النيادي سعيد بن سعيد لكن بيها منتج معروف وامها ما فيها كلام راعية انجازات وراعية سيارات. نعم نعم كلها منتجة طال عمرك. والسبوق ابو حمد يجي السبوق؟ نعم ابو بريك ما شاء الله. شو انجازاتها قبل اليوم؟ سابق وسابق سابق. لكن احلى ناموس اليوم ابو حمد فارق من الشوط وشوط انتاج وناموس انتاج بعد له وضع خاص لانه انتاجك والعصا في البطان ما شاء الله تبقى. اكيد سبق طال عمرك تخليك طال عمرك تسبق وعصا البطان. واليوم انت ابو حمد سبقت الشوط مرتاح مثل ما اقول الحمد لله هي اللي خلتني ارتاح ما شاء الله تبارك الله. موسم يبشر بالخير الهقوه وماتها. كيف شفت ابو حمد المنافسه وجهوز الحلال؟ والله الحلال هي اول دخول لها والحلال طال عمرك تو على يعني ما بعد جهاز يبغي له وقت. نعم وانا هقول انها تاخذ الاول ان شاء الله. ابو حمد انت معروف مضمر الهاجس صاحب الرموز وغيرها من الاسماء وعندك خبره توقع ان شاء الله هناك هذه تحضر في اشواط باذن الله رموز الانتاج ان شاء الله. ما انا مطلع من امر الانتاج مره من رموز الانتاج ما تطلع كلش باذن الله ما تطلع منه. نعم لانه مش الانتاج اصلا له طابع خاص مثل ما قلت. نعم الله يبيض وجهك ابو حمد. هذا الفوز والناموس لمن تهدي؟ اهدي طال عمرك الاخ جار الله الدعم الرسمي المشجعين طال عمرك بن سلمين شعار بن سلمين وكل محبين الشعار الله يطول عمرك. الله يبيض وجهك ابو حمد. جعلنا مسلم دائم وشكرا جزيلا. مرحبا مرحبا.